اللقاء مع رجال ونساء الإعلام والصحافة يأتي في إطار مشروع المناصرة وكسب التأييد الذي تقوم به الجمعية على المستوى المحلي من أجل إشراك الفاعلين الأساسيين في إنجاح مقاربة تقليص مخاطر تعاطي المخدرات، بهدف أولا تسهيل ولوج متعاطي المخدرات إلى حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في الصحة والولوج إلى باقي الخدمات الأخرى كباقي المواطنين، من جهة أخرى المساهمة في إنجاح هذه المقاربة، خاصة وأن المغرب يعتبر من الدول على مستوى المنطقة الذي يتبنى هذه المقاربة وفق استراتيجية تتحملها وزارة الصحة.